من معسكر نوه علي بن فليس مرشح حزب طلائع الحريات بمرافقة الجيش الشعبي الوطني ودعمه للشعب ومطالبه في التغيير، كما دعا إلى ضرورة تشجيع الشباب بالاختيار وتولي المسؤولية السامية، خاصة خريجي الجامعات والمثقفين حسب قوله. وجاءوا النوفمبريون وجاء الأمير عبد القادر قبلهم، شكون اللي كان بجوار الشباب؟ هما اللي قاوموا 17 سنة بجوار الأمير، وجاء نوفمبر العظيم، وشكون اللي جاء الاستقلال؟ الشباب من حول الرجال والنساء، وجاء الاستقلال. درنا 4 مديرين للحملة الانتخابية، 4 شبان الكل، هم هنا قدامكم. نجي نقول لكم حاجة، واني سابق فيها، والله غير تعلمت عليهم أشياء والله ما كنت نعرفها. من الشباب جميعية قوى غير دستورية استولت على مصدر صنع القرار في أعلى هرم الدولة، وماذا وقع؟ الشعب انتفض، والجيش الوطني الشعبي متخندق مع الشعب ومرافق للشعب ومساعد ومساند لثورة شعبية سلمية حضارية، وأتى هذا الجيش العملاق قيادة وضباط وصف ضباط تخندقوا مع الشعب وتخندقت الأسلاك الأمنية مع الشعب، وأسقطوا ما أرادته القوى غير الدستورية بتحالفها مع الخارج للإضرار بالداخل وبالجزائر، وانتصر الشعب وانتصر الجيش. علي بن فليس دعا إلى ضرورة الحفاظ على الذاكرة التاريخية الوطنية من مقاومة الأمير عبد القادر إلى الشباب النوفمبري باعتبارهم مصدر فخر واعتزاز.